ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم، واخر فقره في البرنامج وهي الفقره المحببه لقلبي وهي فقره المطبخ. النهارده الحقيقه معانا شيف، هي شيف يعني ايه زي ما بيقولوا عليها ريسكي. ليه؟ لان هي عملت شيفت كارير وكانت ناجحه في شغلها وهي كمان ناجحه في الطبخ. خلينا نرحب بضيفتي العزيزه الشيف شيماء طه. يا شيماء اخبارك ايه؟ الحمد لله كله 100 100. كله حلو. عندي رغي كتير وعايزه اعرف الريسك اللي انت بتاخديه ده بتعملي عملتيها ازاي دي، لكن خلينا نقول الاول احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل طبق سلطه من الخرشوف، اوكي، ده المين بتاعها، وستيك سلمون. حلو. طيب نقول المكونات بتوع الاثنين. اوكي، ابتدي اعمل؟ لا نقول المكونات وعشان تنزل على الشاشه قدام الناس. أوكي. وبعدين نبتدي نعمل سلطه الخرشوف. انت معاكي اعتقد سلطه الخرشوف عليها اناناس وزيتون اسود فلفل الوان. امسكي الورقه وقولي عادي. وعصير ليمون واناناس فريش بس وخلاص كده. طيب والوصفه الثانيه السلمون؟ هو سلمون ستيك، هي اصلا الوصفه دي المفروض انها صحيه ومشبعه ومتحسسنيش ان انا باكل دايت. اوكي، نفس الكلام السلطه برضو، يعني كلها حاجات صحيه ومشبعه ومتحسسنيش ان انا باكل دايت. حلو قوي، يلا بينا. أوكي. نبدا احنا هنبتدي بالايه الاول؟ هنبتدي بالسلطه الاول. اوكي تمام. إيه كنت بتشتغلي ايه وغيرتي الايه؟ لان انا شايفه ان الفتره الاخيره ناس كتير الحقيقه عملت شيفت كارير وللمطبخ، يعني للطبخ، لان هما كمان بيحبوا المطبخ قوي. فانت قولي لنا انت كنت شغاله في شركه صح؟ لا انا كنت اخصائيه نفسيه. اخصائيه نفسيه. اوكي. وبعد كده اشتغلت شويه وبعدين فتحت مدرسه انجليزيه في مصر هنا للطبخ. فحبيت ان انا، وانا اصلا بحب الطبخ من صغري، يعني اكتر حد كان بيشجعني عليه بابايا. اوكي. كنت بفرح قوي لما بدخل المطبخ واعمل له اكله حلوه، يعني كنت بلاقيه فرحان مبسوط قوي، وخصوصا بقى كمان لو طعمها حلو. طب قولي لي احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا حطيت الخرشوف والاناناس والزيتون الاسود. اوكي، هي دي اكله ايه تعتبر؟ دي سلطه. لا تعتبر يعني من بلد ايه؟ ولا هي انا دايما اقول ان كل ست او كل حد بيدخل المطبخ بيبقى له افتكاسه، دي افتكاسه. هي مش افتكاسه، هي سلطه تروبيكال شويه. تروبيكال. يعني واي حاجه في السيزون تستخدميها صحيه. يعني اي حاجه تحسسك جديده. يعني سلطه انا بالنسبه لي خرشوف واناناس دي جامده جدا. يعني هندوق هندوق. ايوه. طيب يبقى حطيتي كل الخرشوف والاناناس والزيتون. اللي يعتبر ده كده الحاجات اللي هي الخضار. اوكي تمام. الدريسنج مش هياخد حاجه كتير، هي يا دوب نص معلقه ديجون ماسترد اللي هي الهول جرين اللي هي بيبقى ايه الحبوب الكامله. ومعلقه ليمون. بسيطه قوي وسهله على فكره. خالص. طيب امتى خدتي قرار ان انا لا خلاص اسيب شغلي وهمتهن مهنه الطبخ او هبقى شيف؟ اول ما المدرسه فتحت ادتني حماسه. بلس ان انا المهنه اللي هي الاخصائيه النفسيه، حسيت ان انا مش هعرف ابقى اخصائيه نفسيه واخد بالي من بنتي اربيها طبيعي. بيخليك تشوف حاجات كتير ما مش هتعرف. عندك تخوف. يعني الحاجات اللي هشوفها في ولاد الناس، المشاكل، هيخليني طول الوقت خايفة ان انا يعني هبقى حريصة عليها بزيادة. ايوه، مش هخليها تعيش طبيعي. فقلت لا خلاص، يعني الاحسن ان انا اغير. وكده كده اصلا دي كانت بحبها اكتر، يعني الطبخ. بس ما كنت يعني زي ما تقولي فكره المدرسه لما جت كانت هي الحاجه اللي خلتني. انت كانت عندك زي ما بنقول هوايه لما هواية. الموضوع المدرسه دي فتحت درستي بقى الموضوع، يعني عملتي العلم زائد الهوايه اللي عندك. بالظبط. حلو قوي. طيب انا كده خلاص، هي السلطه ما فيهاش كده، السلطه خلاص خلص ما فيهاش اي فات من اي نوع، ما فيهاش حتى زيت زيتون، يعني احنا نستعيد عنه في الزيت زيتون اللي هنا. وانا هسيبها شويه تتبل، يعني او تاخد تشرب التتبيله بتاعتها. تشرب التتبيله بس هزود ايه، معلقه. ما بنحطش خل صح؟ لا لا، هو ليمون. ليمون بس. ليمون بدل الخل. هي كده خلاص، يعني هي تمام. ممكن بس ملح وفلفل. زي ما بنقول انت شيف ريسكي، يعني بتريسكي في حاجات كتير. عملتي يعني خدتي ريسك في حياتك في ايه تاني؟ انه اقرر الاول ان انا اغير مجالي خالص. دي كانت اول حاجه. بعد كده اشتغلت شويه شيف في فنادق ومطاعم. قعدت فتره بشتغل وبتنقل
لغايه ما لقيت لا مش كفايه، او يعني مش ده اللي انا مش برضو ده اللي انت عايزاه. يعني انا كنت بتعلم وانا بلف وبشتغل، كان هدفي ان انا اتعلم اكتر اوكي وابقى فاهمه المجال، مش بس ان انا درست، لا ابقى شيف بروفيشنال شيف. بس لما جت الكورونا لقيت انه كانت فرصه حلوه قوي ان احنا نبتدي نشتغل بقى. والله العظيم انا شايفه ان الكورونا دي كانت فايده لينا، وحاسه طلعت مواهب كتير جدا. والله بجد طلعت مواهب كتير جدا مدفونه جوه الواحد، يعني اكتشف حاجات في نفسه ما كانش يعرفها من القعده طبعا قاعدين لوحدنا كتير. طب احنا دلوقتي هنعمل سلمون، يلا بينا. اوكي طيب لما جيتي تعملي شيفت كارير، والدك والدتك ما قالولكيش مثلا لا او ازاي ولا او ما ينفعش؟ ده كان اول حاجه طبعا، ده كان اول حاجه الاعتراض على المجال ده بالذات. انا حاسه انها بتتحرق ولا لا عادي؟ لا مش بتتحرق، هي تمام. بس انا عايزه بس اقول نقطه في السلمون بالذات. في مناديل هنا اهي هناك اهي. السلمون عشان هو اصلا معمول بالقشره بتاعته من تحت بالجلده، فعشان يبقى احسن تطلع كريسبي وكويسه جدا، وابقى خدت منه احسن فايده انها تبقى متنشفه حلوه قوي، لانه لو مش متنشفه مش هياخد الكريسبي بتاعها. مش هبقى استفدت حاجه منها. اوكي انت متاكده انها ما بتتحرقش؟ انا حاسه ان في شياط في الاستوديو. لا لا مفيش، مش بتتحرق. هو السلمون لما بنشتريه بنغسله ولا لا؟ لا لا ما بيتغسلش خالص. اوكي لا خالص، اصل انا ماليش فيه ما باكلوش، فما اعرفش حتى يعني ما كده. حلو جدا. لا ما بحبوش يعني خالص. الاوميجا 3 فيه عليها. هو اعتقد ما بياخدش وقت في السوى خالص. خالص ده هو يعني زي ما بنقول بيشم النوم. طيب كملي لي بقى. كل ما كانت الطاسه سخنه كويس، الزهر بالذات احلى للحاجات دي. اوكي كل ما كانت سخنه كل ما خليت الجلده بتاعتي تبقى كريسبي وتسويه صح. انت مش هتعملي الثانيه؟ اعمل الثانيه، بس ممكن اعمل واحده بس براحتك زي ما انت عايزه. كفايه الطبقه ياخد واحده بس. اوكي ماشي. طيب مين اكتر بقى حد شجعك لما عملتي الشيفت كارير بتاعك؟ بعد شويه لما لقوني، بعد الخناقات بقى والحوارات والحاجات الكتيره اللي في العيله، لما لقوا ان انا لا الموضوع حلو. هم بصي ابتدوا اكتر لما حسوا ان انا هفتح شركه. انت عملت شركه؟ بيتحول. شركه ايه بقى؟ كيترينج. فالموضوع مش بيتحول. اوكي لا يعني ده انت ما شاء الله عملتي شيفت كارير، بس في الكارير الثاني انت يعني انطلقتي زي ما بيقولوا يعني. مين بقى كان بيدعمك او كان بيشجعك ولا يا شيمو يلا وانا تمام؟ يعني هم اهلي. اهلي هم لما لقوا ان الموضوع بقى بيحلو وكده وتمام وشاطره ويلا يلا يلا واحنا معاكي، انت ناقصك ايه؟ طيب اوكي طيب قولي لي